وحاكرة وقفكو لو جدا إلا ترى حبنيسة حبن حبن لو ترى وحاكرة لو جدا إن تلك سنتي عراها يمال كميرة هالبولياش اللي دوليني إيجا لغميرة صدح لعقابة ولو جدا وحاكرة دونا نكو مركو مصير النقنة أحد إيا طار ومرا شرطة طار تاسر كشرطة إني نكتبك على اللقوقين كرو وان دم من الوقف سريدين ان ايجا لغا عبي كارو يحيض على مدكا احد يغان كماري دونا مركي اللغو بيرا يا مسيري احد يغان بارك وقفك الله مجعوة الى اخري دونا ان شاء الله تعالى وحاك ميلا رجو لي انت اللو جري ايضا كميلها من شنوخ ولا من كميلا وبرأي وسليمان افندي لي ايه سري با حلو فرانسيسكو وهيستي بين من مريكا يكلي ميليو كان يسواك سعرة با كريستاني وكو قنعي كريستاني ونقضى بيني بوتغي بيني بيجيين باكو كريستاني ويكذب با سوريا اللي وسو عليي حود دوي قبل كان لاذيقية اللي رايو دلي مركاسو وحو قري كتاب كتاب كو يقول نغلي كتوب التعمان تا مسيرية مركين لغشي كي يلا الرابو أساس كابو كمين نغلي كتابك وحال إلى هذا الباكورة السليمانية بكشف أسرار الديانة النصيرية حقيقة الدين تنس إسراء وحوة عقوس كي علماء ويشنوخ وكوس وكري يجي وكمدها مركي الدنبرقة علماء الدرجة كوش التنو قاري مركي أسوك الله أحيو كريستان بي نيكي مركو كتابك وقري وحي وقو قري وحوان كشي لدورا إن شاء الله تعالى هدي الله إلى هذا يجي وحي بالله وراقين وصوى الدران ina yiraahdaan maamulkan kugu dhiibaynaa mawaa'imo tumooyinkoodi waxay wadaan sanada kadib waxay ku qanaciyeen inuu soo booqdo waa la qabtay waana la dilay qaar waa la daldalay way leeyihiin qaar waxay leeyihiin meydkiisii waa la gubay keliya in gacanta lagu dhigaa la rahay marka sii caqiidadani axdi waa laga qaadaya ninka noqonaya waxaa ka mid a إلا جوجو تركيسه ولا دينه أمور شيرين هذه المشاعر إنه رالي كل هاي إلا جوجو يأمن إيجا لا عبو بركة دوان كشيء كين لكن خطر بس مش هذا لكن الحياة بهدية دواء وحياة بلب بس كل عبسين شيء واقع ربكنا هذا هو حياة شاولي أكو وشافي كم بالغو صادري إيو وحدا الله آخرين إيو سحر بالغو جميل إيو من توحيد كلا هيستيرا ان كوكر صور باوحي ونب بالبنية تشيرا بيجري وتيكا رتا صادر عن ديتي اللي وحنا وحن تشيرا كوشا قيتا وان شير الناي الى هين بهديس كصورينا كوكر صورين تشيموني بحنا غلا قبنين بركا انا غلا مستيرا حنا غلا قبن قط بركا يا شير ما شاكل هذا كان شاكل يا حبا عبصاننا فاسو حي لكن سببه اهيد طبرا اني كعبصان حقيقة مستيرا وحيتين الشيطان مسيريين بكرة حتى ربه قيب سنتي انت انا شخصيات كوضوع عن سنجلين كوحوة هذه في وضع التاريخ وضوها ري دولي الله تعالى كرمين ايالانين مركا لغس لغس لغر ريبه كون يسغال بول تطواتن يسغال كمسة تطواتن يكوذي ميرها لغس وبلعوة الى تطواتن كنتي كدن بيسين ماهانة بين ايالان وريق الدولة الله تعالى كرو مهل مر يربانين حسن الكرزون ليراديو تيمور لينكنين ليراديو baa waxooga intumooyin qabqabsaday weligood waxay ahaayeenuun koox walba meesha ay joogto nin sheekh iyaga waa unbaa xukuma u taliya wuxuu rabo ku sameeya saas darteed bay kooxo sheekhyo kala raacsan ahaayeen koox waxaa ka mida la yidhaahdo jaraana qolo la yidhahdaa ka mida waxaa ka mida qolo qamariyana waa la yidhahdaa ow qamariyo waxaa loo yidhi dibbaad ka ogaan doontaa caqliga markaa tagto وضي حيقار عابدا غيري قول اللي رابع كاملة حيدري قول اللي رابع كاملة نياصفة قول اللي رابع كاملة ماخوصي قول لكن نور بوا شيخي مقعوضة ناصر ناصيفي علي الماخوصي هي علي حيدري بالله ما عدر يا شيوخ وذي بالله ما عدر أمك فرق قول الله أهلا لكن يحوين إنا قرام أمقنا مركا لغرها يبو قول اللي رهدوه بناوية ومن سلمان لسه سلمان المرشد اللي يراهده إله رميسا ما قد إن كان يمكن سوى مجيب اللي يراهده إله كان دكتاي ك
kadibna walaalkaa walaalkii oo muqiinkii la dhihi jiray waa hadda xilligan goorna dhacaysa arrintaas kuwayaha laga dhigana waa inka hadda gumeysiga reer galbeedka uu diray muslimka haystay wey hadda isticmaalka ingiriiska iyo faransiiska wey hadda markay qaarkood xoola gowracayaan magaca muqiins bay ku gowracaan bismi lmuqiisi magaca muqiins bay ku gowracaan marka waxyaabahaas ad waxsa shakhsiyaadkooda ugu baarisaan waxay ahaayaan baan nidhi ninka la yihahda abu shucayb maxamed ibnu nusayr ibnu mayri reer basra buu ahaa waa ninkaan soo sheegnay wuxuu geeriyooday hijiradu markay ahayd 207 isagoo kadib gadaashii maxamed ibnu jundub nin la yihahda zacaamada diiniyad qabtay kooxdaa u qabtay kadib nin la yihahdo maxamed cabdullahi ibnu maxamed aljanaan aljablaani oo iiraani ahaa baa isagana qabtay uga dambeeyey ninkaa kadibna nin la yihaahdo alxuseyn ibni caliy ibn alxuseyn ibni xamdaan alkhasmi oo 306 hijiradu markay ahayd dhashay oo reer masar ahaa baa isna uga dambeeyey oo qabtay waxaa isagana uga sii dambeeyey oo qabtay maxamed cali aljiili nin la dhihi jiray waxaa uga sii dambeeyey oo qabtay cali aljisri nin la dhihi jiray baa uga sii dambeeyey ilaa aakhirkoodii waxaa ka mid ah raggii madaxdooda ee caanka ahaa abu sacad almaymuun saruur ibni qasim atabarani nin la dhihi jiray cali almahuus baa ka mid ahaa naasir nasiifi baa ka mid ahaa yuusuf cubayd baa ka mid ahaa maxamed ibnu yuunis ilkalaadi nin la yihaha baa ka mid ahaa raggoodii zucamada ahaa ee taariikhdooda wax ka qortay taraajunteedan aan ka hadallaayay wax weynoo macnaa inoo samayn mayso waxaa ka mid ah suleymaan afandi ninkaa raggoodii ka mid ahaa intuu kristaaba way marka dambe ay dirin baa ka mid ahaa ninkaasi wuxuu ahaa 1250 hijiradu markay ahayd nin dhashay buu ahaa haddana waxaan jeednaa 1427 wax 200 sano ka yar baa ka soo wareegtay ninkaas shakhsiyaadkooda kutubta ka qoray waxaa ka mid ah taariikhdooda qoray nin la yihahda maxamed qaalib maxamed ibni qaalib atawiil oo iyaga nimankan nusayriyada kamid ahaa waxaa ka mid a nin la yihahda suleymaan alaxmed baa ka mid ahaa oo jaga diineed ee 1920 faransiisku markay joogeen ka wasiir diineed camal u ahaa suleymaan almurshidkaasaa ka mid ahaa wiilkiisaa muji oo suleymaan mushid markuu ilaah nimo sheegtay deedaha waa inuu nabi soo diro suleymaan nmiidah nin la yihaahdo buu wuxuu yihi nabigan aan soo diro dadka u soo diray inuu diinta iyo risaalka iga gaarsiiyo ilaahay hadda qaar baa rumaysan iyagii ka mid ah calaa kulli xaal qodobka waxaa naga gudbayaa marka la gelaya nusayriyada qaanuunka la kixraaco iyo qofku siduu nusayri ku noqon karo qofku markuu nusayri noqon karo waxyaaba waxaa lagula dhaqmayaa shakhsiyadda horta nusayri dumarku waa taabice baycada nusayriyada dumar lagama qaado rag mooyeen sabab dib baan ka sheegi doonaa sababtaan dumarka looga qaadin baycada nusayriyada iyo baycada lagu galo iyo ijaazada la siiyo indhaha isku qabadi nabiga dhihi jiray ragga marka laga qaadayana ragannimada in laga dilo wey oo shakhsiyadiisa la baabi'iyo wey ereygaa intaa uma dhaafi karee wax shakhsiyadiisa dila inuu sameeyo ama lagu sameeyo wey intaa kaga gudub intaa hadda kadib loo dhaafi karaan baraabirta masaajid waxyaabaha qaarkood loogama sheekayn kare waxaa ka mid ah sida soo socota waxaa ka sheekeeya nin la yihaahdo makhluuf oo iyaga noqday markii dambena isaga tegaydaas wuxuu ka sheekeeyey markii lagu darayey wixii uu maray iyo wixii lagu yiri haddaba ninkaas baan soo qaadayaa sheekadiisa dheer waxna waan ka tagtagayaa tiro badan haddana waxay saas tahay intii aan idhi waa lama huraan laftooda dheeraatay ninkaasi waxay u leeyahay maalin baa ballan la ii qabtay buuri maalintii ballanta la ii qabtay meesha laygu ballamiyey baan imid oo la ii keenay koox odayaashoodii ah iyo koox dadkii tuulada deganaah oo meesha isugu yimid oo dad badan ah baa yimid anna waa la ii yeeray waxay garab istaagay buu yidhi nin sheekha koob khamri aa la ii dhiibay ninkaana waxoogay darajuu lahaa buu yidhi nin kabtanka ah diinta nusayriyada darajada kabtannimada ka haysta annaqiib koox buu xukumaa ninkaasaa ii dhiibay buu yidhi koobka khamriga oo garabkaga istaagay markaasu wuxuu yidhi buu yidhi cab
بسر إحسانك أنا ده وحتى لو ما كان عبد يسوع بسر إحسانك يا عمي وسيدي وتاج رأسي أنا لك تلميذ وحذاؤك على رأسي كلها قبل ما لحن صارتي أرضي وأنا كوا هاي وأنا قاعد إنسى ما يسي أغير كي يجيبات هاي الشيخ يجيبات هاي إحسانك وأنا قاعد إنسى ما يسي والسر كو قرصونت هاي تاكو عبد ياده خمر كي يبقى إحسان زوما وحين ننتي ولقي أنا ومارين تاكو الخمر ما عبد لكن ما جاء أن تقول إنان عبد ما أنا خيار كلا وغطي لي الله وعلي ما تبانك سيئو كلا الخمر كان عبد مركي أنا عبدي من بعد ما يشرف لي وين تاجر مسارية والمام لي هذا نكي يتاين عن نكي مكسي تشيتريني بحير نكي إمام كهابا يمسو تشيتريني ورعنيه مكاسو خير ورياه من كان سيد كايو كواك تاغل ايه ابو احترام اي احترامات كو احترام ايسو اساق كنيسة يكو كا كابو هودو من ملحا انا تارت ديار موته كاسا حي ور مايا من كان كان زبر ما راح صاروا كو قال كان خلص صاروا ولا او قص قص لاوي من بالا دري كدي من كان وين سو قاداي ملحا لا يي سي قاداي وخي سارا مر عد با لا يي ساراي كدي لا ملحا لا يي ساراي لا ده كان هو على وين سارا في لو قوي على كل حال وخي انت مركي ان سميهي با وحال لي يريد ميري waxaa waajibku ah inta markaan sameeyay waxa wixii ninkii waxbuu akhriyay buu madaxayga intuu gacanta saaray waxayna igula dardaarmeen arintaa intaasay maanta ku egtahay wareega maanta waa intaas arintaa waa inaad qarisaa oo laga maqal wixii afartan beri kadib baa haddana kulankii oo kaleeta la ii qabtay dadka yimid dadkii hore maaha waa dad kale cusub waa darajadii mar uu kor uga dallacayaa markii laydin soo fariisiyey ninkiibaa isoo garab istaagay yiri isagoo koob khamraa wada markaasuu i siiyey yiri wuxuuna idin inuu yiri waxaa tidhaahdaa bisiri cayn miin sin cayn miin sin sirta halkaa xarafta saddexdaa ku qarsoon baan ku cabay dhehi wuri ortaa saddexdan xaraf maxay yihiin soo noqnoqon doonaan laakiin dib baa idinka sheegi doonaa waxay ka dhigan tahay waa laga fasiri doonaa baabka nagala geli karo baxar buxur waaye tan bisiri cayn miin sin ku cad buu jiri saa dheh markaasaa ayri wuri inta intaan yiri baan cabay wuri markaasuu wixii yiri buu yiri waxaa waajib kugu ah ilaa kulan dambe laysaga soo noqonayo maalin walba inaad akhrido ereygan bisiri cayn miin sin shan boqoloo jeer waa inaad akhriyaa uu ku wardiyaya muujeedaa oo inaad ku wardidaa maalin kastaba shan boqoloo jeer aad akhridaa bisiri cayn miin sin bisiri cayn miin sin bisiri cayn miin sin akhrida wey wuxuu yihi sidii baan ku jiray waana inaad qarisaa oo ma sheegi kartid baa la yiri toddoba bilood markii kasoo wareegtay wuxuu yihi anig waa la ii soo dedejiyay sagaal bilood bay caadi ahaan jirtay toddoba bilood haddana markii kasoo wareegtay waa kulankii oo kaleetaa laygu yeeray intaa waa la daba socdaa waardigaa laga hayaa waa la dabagal baa ku socdaa ninka intaas qumaasha dhib badanaa islaamku saa uma dhibanta soo ma toddoba bilood markii kasoo wareegtay waa kulan kale oo dadka jooga labadii dadan soo arkay midna aynan ahayn baa laygu yeeray wuri ninkii imaamka ahaa iyo kii yara socday baa ka jooga marka la ii yeeray meel fog baa la istaajiyey buri maalinkaa dambe waagoo rag waa lagu dhex keeni jiray xag baa la istaajiyey waa hadde maanta maalinkii ugu dambeysay wey maalinku baasha si fiican u qaadanayay wey hada wax ka dhacay soo dhegaysa haddaba meel fog baa la istaajiyey buri marka la istaajiyey nin raggii meesha fadhiyey kamid oo aniga i matalaya wakiil iga iska dhigaya baa istaagay buu yiri markaasuu wuxuu yiri wey ninkii imaamka ah ee meesha taashka u saaraa buu ku soo jeesaday markaasuu wuxuu yiri nacam 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 saddex jeer saddex jeer buu ku celiyay wuri nacam 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 yaa sayidi limaam ninkii waa imaamka ahaa baa soo eegay wuxuu yiri wuu yiri maa muraaduka wa maadaa turiidu
dantaadu maxay tahay maxaad sa rabtaa